النوع الرابع من الثراءات اللي عايزين نحققه في رحلتنا لجمع الكنوز هو الثراء الإيماني الاعتقادي. كم الأفكار والاعتقادات والمفاهيم اللي تقف حائط صد بينك وبين الأفكار السلبية والمخاوف المؤذية اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليهم في القرآن، اسمهم الراسخون في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إنسان عنده معتقدات تخليه شايف ربنا في كل شيء، فلا يرى إلا فاعلا واحدا في الكون، فيبقى ثابت راسخ تحت مجاري الأقدار.